لا خير، شو صاير معك؟ شغلة هيك زعجتني. إيه لا، سلامتك من الإزعاج. وبتخبي على سهورتك؟ احكي لي لشوف شو في. خلصنا سارة، الله يرضى عليكي. تعرفيني ايش كان بدي احكي بحكي، مو جعبان احكي لك. صحيح نسيت قلك، أخذت إخواتي ورحنا نتغدينا عندك بالمطعم. بالله، وامتى رحتوا؟ مبارح. ان شاء الله كله كان تمام، ما في شيء زعجكم؟ لا لا، عن جد كله تمام. كتير كتير دللونا، كتير حباب هذا المدير. ايه لأنه هاد مرة شافك معي فكرك بتخصيني. شو يعني بيعرف اني بخصك؟ ما تكون قايل له شي حجي؟ الله يخليك، انا مو ناقصني وجع راس. لك وجع راس شو؟ شو مفكرتي صاحبي واخر رضي لتحكي له كل شي؟ خلص بيعرف انك انتي مديرة بالشركة عندي. دايا دايا سهر، موبايلي عم بيرن. لك عم قلك لحظة، موبايلي عم بيرن. الو، مرحبا حجي. اهلين سامير، شوفي احكي بسرعه، معي خط ثاني. لا ما في شيء، بس حبيت اقول لك شو صار معنا بخصوص المعرض. دايا ابي خليك معي. على كل حال انا منتظركم بالمكتب. اي مشان صور، لا تتاخروا. ماشي حاضر، يلا سلام. الله معكم، مع السلامه. وشو صار بالمعامله؟ خلصتها؟ بس والله يا حجي، هي المهندسة مو قبلانة غير تروح تعاين بنفسها. شو عليه؟ هذا شغله. أمرك حجي، بس حبيت أقول لك شو عم يصير معانا عشان ما تفكرني مصدر شغلي. لك ابني، أنا كل اللي بيهمني المخلوقة تشوف شغله وما حدا يضايقها، ودير بالك تتزاكى وتعرض عليها مصاريها، فهمان؟ مو ناقصني وجع قلب ومشاكل. تيسر روح. على السلامة.